طيب دودي، دودي جارد يا دودو. دودي جارد بطولة دنيا سمير دنيا غانم ومحمد ممدوح وبيومي فؤاد، ده نمبر ايه؟ فور 10 تقريبا. ماشي على الله، والله ما بنحسدوش. انا بقول يعني تكرار الوجوه، لان ده هيبقى سؤال ليا بعد شويه. دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، تاليف كريم يوسف واخراج احمد الجندي. اهو جالك. هو كريم يوسف كمان يعني دنيا تقريبا ما بتشتغلش غير معاه، هو الوحيد يعني، هو دايما اللي بيكتب لها حاجتها. وانا شايف ان دنيا سمير غانم بقى لها مثلا حوالي سنتين ما قدمتش حاجه من بعد تسليم اهالي مع هشام ماجد في السينما. فانا لا، انا متوقع ان الفيلم ده هيبقى حلو، خصوصا اخراج احمد الجندي كمان. ممكن هي في رمضان عملت جت سليمه من سنتين او كان سنتين، كان مسلسل حلو، ممكن ما كانش بنفس الكوميديا بتاعت اللي احنا متعودين عليها، بس كان مسلسل حلو. فانا شايف ان الناس بتحب دنيا قوي وبتستناها. طبعا بحبها جدا جدا. انا كمان جدا طبعا، خصوصا بعد وفاه سمير غانم الناس دايما بتسال دنيا فين. يعني دايما يعني لما نزل المسلسل عليها. ايوه بجد، لما نزل المسلسل بتاعها الناس اتبسطت، يعني احنا رجعنا لدنيا، فهم عايزين يشوفوها في السينما بقى. بس اول مره تشتغل مع محمد ممدوح اعتقد، تقريبا مش عارف، لا تقريبا ده اول مره ليهم. ومحمد ممدوح بيعرف يعمل كل حاجه يعني، محمد خطير يعني في فيلم شيء، وعامل دور هايل، وقبلها كان عامل بس برضو خلي بالك، حط بين قوسين، انا عارفه ان هو اخذ تدريبات على مخارج النطق وكل حاجه، بس انا بلاحظ ان هو اول لما وزنه يزيد النطق هو ده اللي هو ده اللي بيبوظ المخارج. بس هو بيعرف يبان، بيمثل ده كويس.